رايح؟ مو شغلك. طقاق. طقاق إذا طقك. الكلمة هذه راح أدفعك ثمنها غالي. اسمع، إذا بدي فعلي ثمنها غالي وبتطلق من الحين أقول لك يا حبيبي لا تنسى المؤخر. ها والديون اللي كلها اللي أنا حطيتها فوق راسك راح تدفعهم، راح تدفعهم يا عمي. ومن قالك اصلا انا بطلقك؟ بخليك معلقه حبيبتي كذي، ناس ما قاعد ضايقيني وكل همك الضايقين بسوي فيك كذي، ناس ما تسوي فيني. همي؟ انت همي، انت اصلا اخر هم من همومي. زين قلتي لي ان انا اخر هم من همومك، ليش؟ عشان لما اصدمك بخبر ما تنجرحين على طول. تفاجئ من يا ماما، انا منيره بن طيبه، ركز وياي عدل، لا انت ولا عشره من اشكالك يفكرونهم يجرحوني. خلصتي كلامك؟ اقدر امشي الحين؟ لا ماكو طالع اقعد. ايش تبين فيني؟ مو انا زوجتك؟ مو انت رايلي؟ مو انت ما تضع ينام برا البيت الا بعد اذنك؟ حتى انت ممنوع تطلع برا البيت الا باذنك. ترى انت مو صاحيه، سوالفك لا 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 على الفاضي، ايش فيك؟ ترى انت وجهك اصفر مبين، خايفه ان انا اصدمك بخبر. يا معود اعطيني زين. خلاص وخري بس العيش وقت سالفه. تعال يا بدر قاعد احلمك. يلا لا تطلع رموز تكلمني. ولا تكلمني ولا تجلسيني. بس اخر ما بينك وبين الصلاه وخري وخري على الجطه، تخليني افشل قدام رفيجتك. يا جماعه ايش فيكم؟ هدوا شوي. تعال يا فواز تعال يا رفيجتي، شوفي ريلي الحين بيروح لها اكيد بيوعدها. ها انا اسفه بدر، ادري ان انا مو من حقي اتدخل، بس لازمكم تقعدون تتفاهمون. اتفاهم مع منو؟ يا ريت اتفاقيه، هذه راسها ما في شيء صاحي، كلام كله خرابيط، كله دايسه مازين مجنونه. عطني تلفونك انا شايفه السناب شات بعيني، سكورك مرتفع، قاعد اتكلم برايفت مني انت مو منزل شيء ستوري. مجنونه شنو حبيبي مخيطين لسانك؟ ما تقدر ترد علي؟ حلجي انا هذا ما راح ابطله الين القى لي حل. صدق والله؟ قول لي شنو الحل؟ شو بدي افكر وياك؟ لا حبيبتي انا بيش تقعدين معززه ومكرمه ما بنت شيء، الحل انا بشوفه بروحي. على فكرة الأسلوب هذا والطريقة هذه ترى ما تجيب معي نتيجة، أنا من الحين أقول لك. ومن قالك إن أنا بنتيجة من وراك يا حبيبتي؟ النتيجة من وراك بين قوسين ساقط راسب، يعني النجاح حتى من وراك أنا ما أبيه. يا هذا اللي فالح فيه حبيبي، أنت غير متنازل، شنو عندك؟ فاشل حتى في حياتك. قصر صوتك فطحتينا جدا. وإذا ما قصرت شنو بتسوي؟ لا شنو بتسوي؟ لا صوتك ما يهمني. السلام عليكم. أخاف جيتكم بوقت غلط. لا حبيبتي جيتي بوقتك الصح. لا طالبة ذاك الأكل بتاكلين أصابعك وراهم، بس ماشي. وكل ما أجيلك أكل بس أبي أضعف. متى أنت؟ وأنت شو وراك حبيبتي؟ باكر بيطقنا الدهر، تعالي هو زتك. تقدر تعدني قريبة؟ الشرح للأربعة. فكر بالكلام اللي قلت لك عليه. الو انا موافق. على شنو؟ بتزوج ومن باكر اذا ما عندك مانع. بصراحة صدمتني. من باكر راح نتزوج. ها بس السيد هني وين كنت نايم؟ مو مهم تعرفين، المهم انك انت نايمه وماكله ومرتاحه وامورك كلها تمام. ما شاء الله سبحان الله، كل ما كلمتك تعطيني هالوجه المسكين الفقير البريء. رد على سؤالي. يعني اذا عرفت ان انا مع وحده غيرك راح يهمك راح تهتمين؟ هو بالطقاق اللي طقك كنت مع غيري ما كنت مع غيري كيفك، بس ما كون انا على ذمتك وتقعد تسرح تمرح برا. وخلينا نفترض انت ما زلتي على ذمتي وانا كلمت وحده غيرك، تبي تسوين يعني؟ شوف انت تدري انا عقل ما عندي، تدري ان انا خبله مجنونه. هذه مشكلتي انا وياك، هذه هي المشكله، ان راسك ما في عقل ولا في حتى فيوزات. هذا اللي خلاني اوصل معك لهالمرحله، الصراخ والهواش كل دايسه بنزين. صدق والله؟ اي مرحله؟ شنو باختبار احنا؟ هذا سوالفك، هذا اللي انا ماخذه منك. اي شرق تروحي لي غرب، اقول لك كذي تقولي لي كذي. على فكره انا عندي فويس امك دزتها ذاك يوم بالجروب بالغلط، ابى اسمعك اياه وبعدها بشوف شكلك شلون راح يصير. سمع الفويس. منور وينك؟ والله كل يوم اقول الله يعين هالريال عليك، انا حاسب تهنيب الضمير، انا ظلمته. تخيل الفويس هذا عندي اياه من 6 شهور. ها؟ من 6 شهور وما قلتش عنه ولا بطلت حلج بكلمة، ليش؟ ليش؟ بس عشان كذي، عشان اكسب فيك اجر.
تخيلي ان امك قاعد تقول عنك هالكلام، الغريب شو بيقول؟ قولي الغريب شو بيقول؟ والله كأنها صارت راح ندوس بنزين. الحمد لله. وبعدين ليش ما تصير؟ ما في شيء مستحيل. بس أنا خايف إنها تطب علينا شيء مرة واحدة، تتوقعي؟ فال الله ولا فالك، أعوذ بالله. بعدين تحصلها الحين خامدة نايمة ما تدري الله وين قاطها. بعدين ليش تجيب هالطاري الحين؟ الحين إحنا مستأنسين، فكنا من طاريها. على قولتك خامدة نايمة على ذهنها تنام، إيش خيرها تنين قاعد تبل. زين الحكي مو كذي، ها؟ الحكي مو كذي. الحكي أنت ما تخافي لو درت. هي مو مسألة خوف، هي رفيجتي وأنا أعرفها. هي من النوع إذا عصبت عادي تسوي جريمة، عادي تنعلي. الله يستر منها بس. لا تحاتين ولا تشيلين هم، داملك معاي أمورك كلها تمام، توكي على الله. الله لا يحرمني منك ولا منك. كله تاكلين؟ كل ما ياتي عندي بس كليت الخبر واليابس؟ شنو ما تشبعين؟ ما شو اسوي؟ اكل بيتكم حلو احبه. ترايلك وين؟ والله ما ادري عنه، ما يرد الاخر ولا الحين صارت علاقتي فيه بس صباح الخير مساء الخير. خيولي هذا وجهي، هذا وجهي اذا ما تتزوج عليك. بالطقاق خليه يتزوج، اصلا من ثاني يوم راح اطلق. ايه انت تبينها من الله تطلقين عشان تكلين على قلبي؟ سمعيني، اذا تطلقتي لا انت بنتي ولا عرفك، حتى البيت ما بيستدشينه. راح اريحك وارتاح انا معك، لا تحاتي بس قد تطلق. اقول اذا خلصتي غسلي صحنك. زين خلنا ناكل الحين. يماش دعوه ما في 200 من المهر؟ ما عوزك. ليش انت ذكرتيني علشان انا اذكرك؟ نسيتي فلوس مهرج حتى شيله ما شريتيني، وديتيني معاك السوق ونفطر من مكان لمكان واشيل اغراضك، حتى عطر ما خذيتيني. لو تموتين فلس ماكو. ولا يما شايلتهم كل هذول بقلبك؟ يما خاصه مو فلوسك، راح اكلم انا حصه مهرها مو مهرج. حبيبتي ترى الموضوع عندي انا كله. اقول خلصتي بس يلا فارجي. يلا روحي بيتكم، روحي بيتكم فكيني. يلا تلفي. استغفر الله العظيم. دير بالك اوكي زين. شفتك يا حشاش. اذا خلت حين واحده بس. لا 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 ما يصير. انا اقول لك متى تفتح المطبخ. احس مطبخ بعد. سيده شوي. ايوه زين. بعد حراره احس حراره. لا بعده افتح. يلا ثلاثة اثنين واحد. بطل عيوني. الله تدرين فعلا انا محتاج على السوالف. يا رب اقدر انسيك منيرة، انسيك الايام السيئة اللي عشتها معاها. من اليوم راح نعيش قصة وايد حلوة مع بعض، وراح تعرف شنو يعني كلمة الحب. الله يعطيك الصحة والعافية. انا فعلا محتاج على الاجواء والقعده الحلوه والرومانسيه معك انتي. وانا منيره مو بس ابي تشيليها من راسي، ما ابي افكر فيها، بعيش معك انت وبس. احبك انا اكثر. يلا تعال بوك لك بايدي. يلا يا سلام. عصير، حركات، مشاوي، كل شيء انا بسويته. تسلمي لي يا قلبي. طال الورد طال الورد. وقت لك من ايدي بعد. ورد الحمراء.